بسبب فيديو الشيف السوري الشهير يوسف جعفر بيواجه أمرا بالترحيل بعد ما ظهر وهو لابس الزي العسكري التركي وبيقدم الأكل للزبائن في واحد من مطاعم اسطنبول. الفيديو أثار غضب واسع في تركيا، ومع أنه مسحه إلا أن السلطات أوقفت صاحب المطعم والمدير المسؤول اللي بيحمله الجنسية التركية وكمان الشيف يوسف بتهمة إهانة الشعب التركي، الجمهورية ومؤسسات وأجهزة الدولة، وألغوا رخصة العمل السياحي للمطعم. وبحسب البيان الصادر عن والي إسطنبول تبين كمان أن العمال الأجانب اللي بيشتغلوا في المطعم ليس لديهم تصريح إقامة وبيشتغلوا من غير تأمين، فاحتجزوهم وبدأوا بإجراءات الترحيل.